سيدي سيب فاش نجيو للحي الحسني سنلاحظوا واحد المساله هو ان الاستاذ في فواد والحي الحسني في واد واحد. علاش ما قدرش بين الاستاذ والحي الحسني اللي دابا ولاو مقاطعه واحده تكون واحد الجسور ما بين هاد المنطقتين من اجل تنميه المنطقه عموما؟ هي مساله عاديه جدا لانه الحي الحسني كمقاطعه كجماعه سابقا كانت سابقه لساسفه تخلقات في الثمانينات كانت سابقه لساسفه وكانت عندها وحده جماعيه فيها ميزانيه ماليه مهمه بدات فيها الاشتغال مبكرا. لساسفه كانت سابقا تابعه لضرب وعزه يعني في الثمانينات اللي تخلقات لساسفه وتعطات فيها الاستفادات ديال السكن الغير لائق وجاه من لساسفه ووضعوا يعني وضعوا سكن غير سكن نوعا ما لائقا. الهاجس اللي كان هذاك كان امني ونحولوا الناس اللي هما عندهم برار في واحد المنطقه سميتها لساسفه بدون ما نشوفوا في غادي يخليو ملاعب فيما غادي يخليو جرادي فيما غادي يديروا سبيطارات. الهاجس كان امني وبالتالي كان تبع ضرب وعزه حتى التدبير ديال المنتخب ما كانش حاضر كان تبع ضرب وعزه. ضرب وعزه كانت بعيده على لساسفه اللي كان كيدبرها بالدرجه الاولى هي السلطات المحليه انذاك عملت يعني الحي الحسني عين السوق انذاك في شخص العامل السابق اللي كان في الساعه في الثمانينات. وبالتالي ملي جات لساسفه في 92 خرجت كوحده اداريه انقسمت على 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 ضرب وعزه في 2002 يلا 11 سنه دخلت واحد المدينه. يعني لساسفه كنقول بانه ما عندها زهر من ضرب وعزه 11 عام بيبي ديال 11 عام ما عطاوش فرصه يلا بدات تبدا. وملي جا في 92 لقاو فيها اشكالات كبرى عقاريه بانه فيها اعتداء على بصراحه على الاعتداء على الملك الغير لان تخذت الاراضي كلها ما دارتش فيها ما كان مدارش انا هذاك يعني الجانب القانوني ما تحترمش فيها. كانت على المجالس السابقه باش تصفي غير العقارات وخذات وقت كبير في تاتيتها. ملي جا وحدات المدينه 2002 للاسف ركز على المركز وخلى هذه المناطق المحيطيه. ومن هنا جاء دور يعني عدم التكامل والتجانس ما بين البنيه التحتيه في لساسفه والحي الحسني هو كان ديجا التفاوت. اما من ناحيه السياسيه ومن ناحيه الدرجه اللي حد اللي كاين عندنا الان حنا كنشوفوا كمقاطعه الحي الحسني. هذا ورثناه. انا كنقول بانه مستقبلا خاص ضروري يكون تقسيم. انا كنقول بانه اللي بغى يدبر مقاطعه الحي الحسني مستقبلا خصو يفكر بانه تكون عنده تقسيم الى مقاطعه او مقاطعتين ماشي من اجل العزل او لا ولكن من اجل امكانيه التغلب والتحكم في سياسات القرب. لان لا يعقل الان كتجيك 60 70 شكايه بعض المرات في اليوم ديال التليفونات. يعني الا حكيت لك بانه الان كنستقبل تقريبا 7 السوايع حتى ل 6 السوايع مويه في النهار الاشكال المواطنين اشكالات المواطنين ودراسه الملفات. يعني كانك هنا خاصك جوج او ثلاثه ديال رؤساء المقاطعات باش يحلوا اشكاليه حياتي لان كبيره جدا ومشاكلها كثيره. ولكن التصور كاين والمنهجيه حتى خدامين عليها بتشارك في طبيعه الحال مع جميع المجالس المنتخبه. وهنا ما تفوتينش فرصه باسباب انه بالنسبه للعمده الزياره اللي قامت بها بالمنطقه ديال لساسفه ولمنطقه الالفه ولمنطقه حي الحسني وقفات على مجموعه ديال الملفات اللي غادي تساعدنا باش نحلوهم. مشات لجنه اللوز كذلك اللي هي منطقه جديده وحيي الاخوان ديال لجنه اللوز اللي هما بالمناسبه يعني يرفعوا المستوى ديال النقاش وطرحوا ملفات ديال السوق وديال ديال الاسباس فير وديال الفضاء ديال الملعب اللي خدا اللي الان كيراه الاشاره ديالهم وديال البنيه التحتيه وراه حتى هي مدينه الدار البيضاء خيده باش تحل الاشكاليات. كاين كذلك وقفات على كما قلت قبيله يعني البركاب الثقافي ديال الحي اللي غيتحل. كاين الاشكاليه ديال السوق دالاس اللي تاهو عنده اكثر من 20 سنه وباقي راه في طور الانجاز باش يتحل نهائيا. خيده حتى هي مدينه الدار البيضاء على عاتقها عن طريق الشركه ديال التنميه المحليه. كاين اشكاليه ديال التحفيز وتسويه الوضعيه العقاريه النهائيه لمنطقه الالفه منطقه صناعيه الالفه اللي مهم حتى هو راه شاد الطريق ديالو. كاين اشكاليه ديال ابني سينا. كاين مجموعه الاسواق اللي خصها اعاده التهيئ ديالها. هاد المسائل كلها راه طور يعني النقاش وفي الطاوله ديال الاهتمام ديال المنتخبين بك قلنا المنتخبين ماشي كرئيس مقاطعه فابين بالاضافه الى جميع المنتخبين اللي معايا في المدينه اغلبيتنا معارضا كلهم يعني خايدين على زمام على عاتقهم باش يدافعوا على هذه الملفات باش ترى النور في هذه المده الانتدابيه المتبقيه ان شاء الله.
منطقة لساس تتوفر على واحد ثالث منطقة صناعية على مستوى مدينة الدار البيضاء من حيث التشغيل تاع المواطنين والشباب، ولكن رغم ذلك ما كاينش واحد المواكبة، ما كاينش مشاريع استثمارية في هذه المنطقة تاع لساس. واش يعني لا بغينا نقولوا واش فلوس لساس فيها حلال والاستثمار فيها حرام؟ منطقة الصناعية ديال لساس بحقيقة هي دارت بواحد الشكل اللي كان فيه جرأة، كانت جرأة فيه سياسية، أنا ذاك اللي عطات يعني المستثمر إمكانية ديال الاستثمار والدخول إلى منطقة لساس في واحد الوقت اللي ما كانش فيه البلان دياجمون في الثمانينات كنقول لك هذايا، وبالتالي ما كانتش واحد المواكبة حقيقية ديالها في 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 التأهيل. علاش؟ لان كانت وضعيه العقاريه ديال بعض الطرقات في لساسفا في هذه المنطقه بالدرجه الاولى، يعني كانوا الملاكه حبسوا واحد الوقت بعض المشاريع ديال فتح بعض الطرقات لانه ما كانوش باغيين يمتثلوا يعني المساله ديال المفعل العام، وبالتالي تعطلت شويه بعض الطرقات اللي الان كنقول بانه منطقه ديال يعني ديال الصناعيه ديال لساسفا راه عرفات الان واحد التاهيل ممتاز نوعا ما، يعني دارت بها طرقات، فتحت بها طرقات جديده، يعني الاناره دارت بها. الاشكاليه اللي بقى مطروحه فيها هي ديال شبكه الواد الحار. انا كندوي على منطقه لساسفا، المنطقه الصناعيه اللي كتوجد في منطقه لساسفا العليا اللي في باب تسمى بالتكستيل، اللي فيها التكستيل بزاف، اللي فيها مجموعه النسيج الدرجه الاولى. اما المنطقة الصناعية الشق الثاني منها اللي هو القادرية واللي تخلق يعني تنشأ فتاوى في أخيرا في إطار يعني تصميم ديال تي أ، هذاك ما فيش إشكال، مهيأ مقاد مصوب فيه مستثمر كبير مهم اللي خاصهم هي شركة لاليديك تقوم بإنجاز واحد شبكة الواد الحار النهائي، راه بدات فيه الأشغال واللي كانت توقفات، كانت بدات فيه الأشغال هذه واحد سنة وتوقفات لأنه لقاو إشكالية في ذاك لي روش اللي كاينين وفي الحجار شويه صلبه، وجات شركه اخرى متخصصه اللي راه ربما خدات له مارشي وبدات فيه الاشغال ديالها، طلب واحد يكون بس يكون هو يعني شفاف مع المواطنين، ما نقولش ليه بان طريق جديده غتصاوب غدا في شهرين، طريق جديده من عند المرسيدس حتى المدخل خصها واحد سنه لانه كتنتظر باش تنتهي الاشغال ديال لاليديك عاده باش يمكن طريق جات هي لحقها طريقها. وبالتالي يمكن نقول بانه حتى جهه الدار البيضاء الان وعدتنا بانها غتاخذ هذا الملف ديال ديال على جهه الدار البيضاء. انا باقي تنذكر يعني لما خديت الذاكره انك كنت رافعتي على المنطقه الصناعيه في مجلس الجهه اللي قبل من في قبل من انتخابات 2015، ما كنتيش في موقف تاع التسيير، انت دابا رئيس مقاطعه، واش عندك مقترحات، عندك غتضغط في هذا الاتجاه؟ في 2000 وكما قلتي في 2012 13 كنت عضو في مجلس مدينه الدار البيضاء، وكنت عضو في جهه الدار البيضاء، وترافت على المنطقه الصناعيه، واكثر من هذا مشينا بعيد يعني حاولنا نوضعوا يعني ترتيبات ديال مجموعه المناطق، خدات هي المرتبه الثالثه اللي كتكون، وبدينا خدامين باش نديروا واحد الاتفاقيه مع الشركاء ديال المنطقه الصناعيه المدنيين بحال الجمعيات ومع الجامعه مع الجهه الدار البيضاء. للاسف انا كنت ما دزتش في هذيك الحقبه الثانيه الجهه الدار البيضاء، يمكن نقول بان هذا الملف ما عمرو تجبد حتى الاخيرا، هذه واحد سنتين عاد باش تجبد، وعاد الان راه خدامي عليه وراه صوب واحد الطريق اللي كتصوب فيها شركه العمران، والان المجلس الحالي ديال جهه الدار البيضاء، واشكر من هذا المنبر كذلك هنا غادي نتكلمك على استراتيجيه العمل ديالنا، يعني خلق شراكات عمليه حقيقيه على كحلفاء سياسيين اللي متواجدين في جميع هاد المجالس، سواء الدار البيضاء مجلس الدار البيضاء او مجلس العماله او مجلس الجهه، باش نعملوا واحد العمل واحد تلقائيه على مستوى المشاريع ديالنا. وبديناها وبهذا الباب هذا، يعني الاخوان الحلفاء ديالنا كلهم اللي كاينين متواجدين في مجلس مدينه الدار البيضاء هيئوا لنا واحد الزياره برئاسه السيد الرئيس السي معزوز عبد العزيز اللي كنشكرو بهذه المناسبة هذه، اللي قام بواحد الزيارة ميدانية للمنطقة ديال الحي الحسني بصفة عامة، وجا لساسفا وجا للنسيم، والنسيم حتى هو بأنه حي من الأحياء يعني الجديدة اللي خصو واحد العناية خاصة، واللي حاطينه في وضعينه في البرنامج ديالنا إن شاء الله مستقبلا تا هو باش نهيئوه ونهيئوا له الفضاءات اللي محتاجين لها.
وكانت واحد الزياره كما قلت ديال السيد الرئيس واللي وعدنا باش يدخل بعدا في شراكه في مجموعه ديال المشاريع. من اهم المشاريع الان اللي ربما غتكون عندنا وغتكون سابقه وهي شق طرقات وفتح طرقات اللي متواجدين في بلوديناجمون على مستوى الحي الحسني واللي كيربطوا وكيفكوا العجله على على منطقه الدار البيضاء بصفه عامه. نعطيك مثلا واحد الشارع كاين زي مطرق جيده من حدا اتصالات المغرب الاخوه اللي كيعرفوه قدام مرسيدس غادي يتفتح من تما حتى لطريق ازمور ويدوز على جنان اللوز. شارع كبير جدا هذاك غادي يحل لنا الاشكاليات مهمه كبار ديال السير والجوال على مستوى مقاطعه الحي الحسني لانه يربط ما بين طريق جديده ويربط ما بين طريق ازمور عماره انفاق ويربط ما بين دار بوعزه نواصر. هادو مجموعه الشوارع اللي اقترحناهم على السيد الرئيس الجهه خدا منهم واحد اولا جوج الان راحنا في طور الدراسه ديال هاد الطرق وكذلك غادي نتوجهوا حتى المدينه باش تضيف لنا واحد طريق اخرى اولا جوج اللي على مستوى الحي الحسني. هادو كنقول دي فوا داميناجمون كبار مهيكلين الا تحلوا هادو هما الشرايين ديال الحي الحسني اللي غادي يفكوا العزله على مجموعه ديال الاحياء ديال الحي الحسني. وبالتالي حنا الان واخدين يعني المرافعات قايمين بها بشكل كبير على مستوى الجهه الدار البيضاء. عندنا حلفاء اللي كيمثلونا عندنا اغلى الناس ديالنا الاحزاب كلها ممثله في الحي الحسني هي في المجلس الحي الحسني ممتلك كذلك في الجهه. بالنسبه للعماله الحي الحسني نفس الشكل بالنسبه للجميع غادي نتعاملوا غادي ندير واحد الزياره ان شاء الله مستقبلا للسيد الرئيس مع الاخوان اللي كيمثلونا هناك بصفه عامه اغلبيه معارضه